السلام عليكم إخواني، ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. أولا، رمضان مبارك كريم أدخله الله علينا باليمن والبركات، وتقبل الله منا القيام والصيام وعلى جميع الأمة الإسلامية. وقبل البداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لكم إخواني متابعي قناة استفهام عام على الوصول إلى 30,000 مشترك. شكرا لكم من القلب، شكرا على كل مشاهدة وكل تعليق وكل إعجاب وكل مشاركة منكم. فكما تعلمون، هدفنا من هذه القناة هو تقديم يد المساعدة لكم ومحاولة توجيهكم إلى الطريق الصحيح لتحقيق أهدافكم، ولما لا احتراف إحدى المجالات على الويب. وكما وعدتكم سابقا، فهذا الفيديو سأقدم لكم فيه هدية كعربون محبة مني لكم، مجموعة من المحتويات الخاصة بكتب قليلة المحتوى. سوف أترك لكم رابط الهدية في وصف هذا الفيديو، وكذلك سأقدم لأصحاب أول 5 تعليق على هذا الفيديو هدية أخرى مضافة للهدية الأولى، وذلك كتحفيز مني لكم على وفائكم ودعمكم المستمر. إذن ما عليكم سوى وضع تعليق على هذا الفيديو فيه الإيميل الخاص بكم، وسأقوم بإرسال الهدية فور تحضيرها لكم. والسبب في كوني اكتفيت في الهدية الثانية على 5 أصدقاء فقط لأن هذا المحتوى الذي سأقدمه لكم لا يمكن استعماله من طرف الجميع حتى لا تواجهوا أي مشكل مع أمازون. عند الدخول إلى الرابط الذي سأتركه لكم في وصف هذا الفيديو، سوف تظهر لكم هذه الصورة، أو سوف يظهر لكم هذا المحتوى. سوف تذهبون إلى هذه الخانة هنا، ثم تقومون بكتابة 0، ثم I want this. بعدها هنا تقومون بوضع جيميل الخاص بكم، ثم gate، ثم بعدها هنا view content، ثم من هنا تقومون بتحميله بكل سهولة. بعد تحميله سوف يظهر بهذا الشكل، تقومون بفك الضغط على الملف. وهنيئا لكم، هذا الكم الهائل من المحتويات الخاصة بكتب قليلة المحتوى. ما عليكم سوى وضع غلاف جيد للكتاب واختيار عنوان مناسب وكلمة مفتاحية مناسبة، وإن شاء الله ستحققون مبيعات جد جد محترمة. إذا إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال ليستفيدوا كذلك من هذه الهدية. وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.